بمناسبة ان النهاردة اليوم العالمي لتقدير الموظفين، بيقدروك ازاي؟ هو بالنسبة للتقدير هو مفيش تقدير اكتر من كده. انا اول يوم ليا في الشيفت النهاردة واول ساعة وخارج اشرب قهوة. فلوس طبعا. بص حضرتك، هو مبدئيا نمرة واحد الالتزام والامانة والاخلاق رصيد اي موظف في المكان اللي بيشتغل فيه. نمرة اتنين، التقدير بيجي نتيجة صدقك والتزامك بمواعيدك، فبتلاقي دايما بتاخد حوافزك، بتاخد مكافئتك، بتاخد مرتبك كامل مع كامل الاحترام للناس اللي انت شغال معاها. كلهم بيقدروك في مقابل ان انت بتقدم اللي انا قلت لحضرتك عليه، اللي هي الامانه والاخلاق والتضحيه والتزامك. لا تمام والله، بيقدروني مدير ما شاء الله، بيقدروني وبيدوني حاجات لتجهيزات لرمضان. والله هو الحمد لله في الشغل، يعني الحمد لله بيقدرونا طبعا، كل واحد حسب كفاءته تمام وحسب المهام اللي بيعملها في المكان، فالحمد لله بيقدروني يعني، ومن ناحيه التقدير بيقدرونا يعني. هو الحقيقه على حسب، يعني في ناس بيحسوا بتعبك وكده، ف يعني هو ايه بيزودوك في القبض بتاعك، بيحفزك بكلام، وفي ناس تانية اللي هو ايه اكنك انت عبد عنده لازم تشتغله خلاص. تمام يعني، ما كل حاجه كويسه، ما فيش حاجه. لا ما بتاخر طبعا، بيبقى فيه حاجات بقى تانية اجهزه وخصومات وحركات يعني. هو اليوم العالمي للموظفين بيبقى كويس على ناس ومش كويس على ناس، بمعنى المديرين مثلا يعني كمدير بتعامل معامله بخلاف الموظف خالص، فطبعا انا كمدير بتعامل معامله كويسه جدا والحمد لله على كل حال. بقدر موظفيني طبعا، انا بديهم احسن ما عندي وهم بيدوني احسن ما عندهم، هو هي دي العلاقه اللي بيننا، فيها رحمه وفيها قانون وفيها عليك وعليا، يعني انت هتعمل لي ايه وانا هعمل لك ايه، وطبعا لازم تبقى فيها رحمه بين البني ادمين كلهم مع بعضهم.